فخرت فخرت. ايوا والله والله دور ان شاء الله ونجابو والله. السلام عليكم. انت ماني بالك شوي مالك انت بغيت تتكلم عنها اختي صاحبي اللي انا هذا ما ترى صاحبك هذا البلاد عاد وقاعد وشباب وشذا كيف يا اخي صاحبي اللي انا نتكلم عليه يسوق البيت قاعد كان يقول هذه اتصالات ما طبيعيه قطعا انت قاعد هم تتكلم تحت دور تمشي باللي قاعد يعاوني مكالمته كلمه طبيعيه حد ما قاعد يتكلم حتى لقاش لفوق عرفنا انا فنقراني يتكلم عامره بدي لي اسبوع الحمد لله فاطنه كلماته اكثر من شفت تبارك الله انا اللي نقولوا ماشي لك رادي ما انا جبرو عنده ولا نقول يعطيني الفضة ما انا شبهها عنده ومع ذلك وفى تبارك الله دائما كونكتي الراس قطعا وما سري طبيعي مرت انا بعد ما هي واضحه لي قاعد بيني وبينكم ما خلاتي نتكلم عليه حتى تلقى عنده ما خلتني نجبر ذي النادم ذي التايد التايد قاعد من دروقة خلتني أتكلم معك ولا شيء ايوش طاري ياكل بأسك خير شو حاكتي ياكل بأسك خير شو ماسية انت بعد قلي عنك الكاميرا انا مشيت لك كريدي ومشيت لك ياسر المفضل وقلي عنك الكاميرا ومشي لي مولي صورة منك انا اللي تقولي راجل طويل مشرم عندي الدنيا الحمد لله ولاني متخيم ومبشرك مولي برواية لاني خلاق اللالفين خلاق اللالفين هذا وتقول زيان سعدك رأيتي رجاج زين خلاقة صغير ولا عندك مشكلة دور نعدلوا الأمر إن شاء الله ونعدلوه الدحميس الدحميس هاي أولا نقول لك رواية مالي أنا مسؤول كبير الحمد لله والأحساس ما نبقيهم نقولي الوالد والوالدة لأن لا لا يعدلوا الأمر طوف ما بي بعدني متخيم ولا شيء لا أنا مسؤول كذا الأحساس والصكة ما نبقيها اختير لا عدو الامر بالعجله وتوها الرواية مستوره وتوهاتي موعودنا وفاء والله والله الله يخليك وفاء انا بصير الهواه دائما اعرف عاد خارجي معك اختي ما ادري طبيعي عندي سير فين عاد وعاد يمشي بوكالات وياسر يمشي قدام ويش حد عني ياسر يمشي عاد فاطنه يا بنت انت جيني دور رد عليك العقاب المده صاري اسمع ايش حالك وعليكم السلام جيت بالاخبار كنت لاحظ عليك انا وكنت اتكلم مع مستر عداد اني هيك المراه شك انك مراه شنو معنى واتساب ها انا فاكر اني تضايقني يا اخي وانا شايف انه يتكلم عمره هم اللي ما تضايقتوا انا ما ندور قاعد بيك نضايقوا انا كنت مقال لي صراحه بيني وبيني كنت مقال لي مشومي ابي طلعت لي الفكره وجيت مع الدابا لا تقوليها له دي شو تشوف هم كان لا تقوليها له وهم واحد اخر امر مساله اخرى يقولها لي شنو هو انا راي فيك انا توشف فيك راي فيك معايا ما تشوف انا شفت عبدت ما تعطيني فضه ولا تعطيني شي كارت اكو الحق مستر عبدات ما طايحه منه خمسه ولا عشره شفتي مستر عبدات في عاد معي الدحميس شاكل مره عليه يتخيم معايا هم يضير عليك تو يتخيم علي انا ايه شنو معنى لك كامل اللام تحت راسك انت كان يسلك منك انت ما يعود مع الدر شيء انا شفته ما يعطيك الفضه جيت انا نقلع منه هو ما تريض الفضه طبعا افطن ولا تريم الشكل هذه وراك الانجيسو وطير انتي في وتخنقي ليجي وخاين قول لك هذه الوانه لين عدلها لين نمشي معاك ولين نبرك الوانه تحت سمعت ولا نقبر وشي عنه ولين يجي دور طرف يطير بخرسته نعرف انه انا ماني من اللي عليا تدي وعدل اذا النوع عليه والسالي ايش شنو معنى ايش واعد انا ماشي جاي صاحب لي صاحبك من هو يا ابوي صاحب لي مشوكي عزيز والله بديما وعزيز محمد رمي بديما محمد رمي ابو مصطفى ما هو من ذا الخلق قاعد تعرف يا اختي صاحبي صاحبته الليل البارح شكرا مصطفى اللي قعد به لانه صاحبك انت يا ذاك اللي بيه ما نعرف شنو المهم على انه شكر وانا قايس وحالا قايس اليوم انا ماشي معك صوره رحم ديمانك ماشي معي ايش وعد ماشي صوره رحم بلاد مسيك مسيك مشوكي ما مالك ماشي معي ايش وعد ماشي معك صوره رحم مصطفى جايت انت تربع ايش وعد لا يا صوره رحم يا اخوي معك سايل الرحم ست الرحم كيفك من وين هو فات مات توفى بعد لا ينقيسوا شوفي ليلى ما لا يعود هنا تيا لا ما عليك انت بات مع شهر صالحين لا ينباتوا نجازوه وندفنوا والصبح ما ما نقيل هنا تبي انا اعرف اني لا نعود مع الناس في التعزيه لا حول ولا قوه الا بالله هو تلفون باطش وعد به تلفون نعدل به همي ولا نصايب انا ماني صايب انا خليها في الدار يا مريم الساحه ماني خليها في الدار ماشي بها نعدل بها همي ولا صايب انا والصبح ما اللي قد نقيل عند الناس التعزيه اه هذا قاعد ما تشيل الباب معناها على اني ليله والصبح ماني هوناتيه
عيوني وترى فيش وعد بيها التليفون ما لي عندي عدل عليها هم ذاك طال صايب عنها قالت شفت حد يسرق تليفون وانت ماشي بلا تليفون خليها لين ترجع ماني مخليها جات التليفون عدل عليها هم لاني صايب عنها تمارك مخليني نمشي معاك ابدا مالك ماشي معايا اختي ماشي معايا شو وعده هذا موضوع بعيد قاعد متوفي شو وعده انت معاه وحال قاعد متوفي قاعد انت شو دوشو انا ماله صاحبي ونعرفه اذا كان ما فيها تتوفي لقيت قسم تكيف زي ما ضرب لا يجلس ولا يدفن ولا عازيه ولا كان دخلي دخلي بين دورنا قبل يجي يجيك نهار ما الصبح هذا مستر عبدال واش طاري تاع العشور دائما جدا ما نجي برك كان على بيت واحد ما خاف هذا تخص امولي لا كيما تخاش بوين وبنا خاش فيسبوك راه عليه مكتوب مستر عبدال تاع الفاك فيسبوك ها عندي فيسبوك ياك ما راك معاك نور الخلق جانا الراس واذن وصفات شي ما ولو اها لا مدونين الناس مسؤول انا مولي ما كانش بدات ندون ايش انا واحد انا راك بقايتي في خال عندي هنا تيار قالو خالنا خالنا اها آه هو خالي انا طلع الشارع مما اللي حتى خالي كل الوايله تلصق لي عند المشوي ما هم عند المشوي هي لازم زين داخلك هو ما عند المشوي ما عند شيء قايتي انا لي شوي انت حالي نمشي معاك نكثر لا تمشي معايا ما عنده حد يكثر يا اخوي كثر شوف مستعد انت مالك واضح طول حالك انا بقايتي في خالي يا اخوي جايك حالي ما تدخل في الدار لين يجي تدخل في الدار لين يجي قال ما يقدر عدل الامر الحاجه خلاص قالوا عايش هنا تيار خلاص خلاص من اللي سيدات انا ماشي معك ماشي معك ماشي معك اخوتي من قريب كمان اعرف كاش ما يقدر عدل شي من هذا الخط خلاص يجي بعد دارها قطعا ما هي دار مريم هي دار مريم ها والله هي دار مريم مالي راعيها انا لله يا ربي المخلوق عايدهم رانا تقرقعنا والله يكون صرتك في الفيسبوك هو شنو صرتك والله ما صرتك ما شاتري اعلانها ما انت جاي هون تروض معايا رقاش حنيني حنيني انت جاي هون تروض المرأة مليت تخيم عريانة ما انا الله ما انا الله يمشي معايا حد شيلها وتوفات شنو هو تشكلي ما فجر اخبار كاملة والله هذا تعذر انت فيانا والله عندك وش قد تعذر ايوه تصير شعيلة هاي ويا ها ويا السلام عليكم شعيلة ما انا مسير علبة حق حق ابو اشعر يلو خالنا 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 خالي انا خالي انتم اخبار